أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي السبل التي تعين على تخفيف المصاب بالبلايا من سحر ومرض وفقر حتى يرتقي العبد إلى أعلى مراتب العبودية؟ ملازمة طاعة الله والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن مجالسة الصالحين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.